طاولة أربيل تجمع الفرقاء وتمهد لتجاوز العقبات. عقدة الرئاسة تنتظر توافقات وطلب نيابي لجعل الأربعاء جلسة اختيار الرئيس. الكشف عن أكبر عملية اختلاس تتجاوز المليار دولار في دوائر الضريبة، ورئيس كتلة قوى الدولة يمهل المالية أسبوعا للإجابة. ليل البصرة وخريفها تنعشه نسمات الاستقرار والهدوء، وفود العسكر تتوالى على المحافظة وتحضيرات لاحتضان العرس الخليج. جدل وغموض يلف تعاقدات الاستثمار وهنوى في مجمع بسماية السكني، شبهات فساد تحوكها الأنامل ودعوات للكشف عن البصرة. عادت رياح الأمس بصفرتها، لا أرض حرثت ولا زرع حصد. أنهر من الدماء قدمها العراقيون على عرصة التغيير، وكان التقرير أن تأتي ذكرى الانتخابات بذات المعضلات. لا الأزمة السياسية انتهت ولا مشاكل البلاد انقضت، لكن رحى الأحداث تتسارع مؤخرا، وكأن العام الذي انقضى قد ذكر القوم بتلك الأيام الخوالي. حراك سياسي يعجل الأمر نحو حسم الاستحقاقات، والأسبوع المقبل موعد للتصويت على الرئاسات، وهكذا الساحة تنبئ عن انفراجة قد ترسم طريق الحل للأزمات وتقلب صفحة العراق الملتهبة سياسيا. بحث وفد ائتلاف إدارة الدولة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزان اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي في بيان أن بارزان استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحمد الشياع السوداني، وأضاف أنه تمت مناقشة الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة. يبدو أن أزمة تشكيل الحكومة بدأت تقترب من نهايتها. ائتلاف الدولة يحط الخطى من أجل حسم الكرد لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف السوداني بتشكيل الحكومة وطي صفحة حكومة تصريف الأعمال على الطائي والمزيد. لأول مرة منذ طرح اسمه كمرشح لمنصب رئيس الوزراء، السوداني محمد الشياع برفقة الحلبوسي والفياض والخنجر في أربيل، لقاء سياسي وطني مصغر جمع الشيعة والسنة والكرد. وعلى مائدة البارزاني وبحسب بيان مقتضب، تمت مناقشة المسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، حيث عكف المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة على أمل الوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية والتي أعلن موعدها الأربعاء المقبل بعد طلب موقع من 170 نائبة. زيارة وفد سيد الحلبوسي والوفد المرافق معه إلى الرئيس مسعود بارزاني هو لهدف محاولة حلحلة الأزمة السياسية والوصول إلى موعد لتشكيل الحكومة القادمة. الديمقراطي الكردستاني حريص جدا على عدم إحداث فراغ سياسي أو فوضى سياسية، وبالتالي يهمنا جدا أن يكون تشكيل الحكومة القادمة مبنية على أساسات واضحة وصريحة.
بعد مرور عام كامل على تأخير تشكيل الحكومة العراقية، الأطراف السياسية مجتمعة تبنت إلزامية الإسراع لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال جمع أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ومن ثم تكليف السوداني بتشكيل الحكومة حتى تطوى صفحة حكومة تصريف الأعمال، الحكومة التي ستحمل على عاتقها بمعية مجلس النواب الكثير من المهام. وما يهم الكرد هو تصفير الأزمات المرحلة، لا سيما القانونية والمالية والأمنية منها. زيارة السيد الحلبوسي وكذلك ممثلي الإطار التنسيقي إلى أقليم كردستان العراق إلا هو نموذج للإحراج الذي لا زال يقع فيه المعنيون في السياسة العراقية، وباعتقادي أنه سيتم الوصول إلى حل خلال هذين اليومين القادمين، ليس فقط بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وإنما حتى بالنسبة إلى الكابينة الوزارية. أزمة الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والوطني تعد اليوم وعلى ما يبدو آخر العقبات في طريق تشكيل الحكومة المتأخرة، إذا لم تطفو على السطح عقبة طارئة ليست في الحسبان، لكن الجو العام يشير إلى انجلاء الغبرة واعتدال درجات حرارة الخلافات السياسية. من أربيل لقناة الفرات على الطاي. عام كامل مر على إجراء الانتخابات المبكرة وما زالت البلاد محرومة من تشكيل الحكومة. الانتخابات التي جاءت تلبية للاحتجاجات الشعبية ورغبة المرجعية الدينية لم تثمر لحد الآن عن تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات المواطنين الذين شاركوا بها وقدموا ما عليهم من التزامات. من جهتهم رأى سياسيون ونواب أن الوقت قد حان لتشكيل الحكومة ولا يمكن القبول بأي تأخير مهما كانت المبررات. رئيس الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شددا على ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية. صالح ذكر في تغريدة له عبر تويتر أن مرور عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية وتذكير قاس بالفرص الضائعة وحافز مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع. من جهته ذكر الكاظمي أن ظروف عام على تجربة الانتخابات أثبتت أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها، فيما دعا للدفع بحلول وطنية شاملة تدعم ركائز الاستقرار والازدهار. إلى ذلك دعت بعثة الأمم المتحدة الجهات الفعالة في العراق للحوار وتلبية احتياجات الشعب. وذكرت البعثة في بيان أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار وتهدد أيضا سبل عيش المواطنين، مشددة على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم التنازلات وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة. إلى ذلك أعلن الإطار التنسيقي تأييده الكامل لبيان البعثة الأممية في العراق يونامي بخصوص مرور عام على الانتخابات المبكرة. الإطار أكد في بيان استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي. من جانبه دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي إلى اتباع منهج الحكمة لإنهاء الأزمة السياسية حرصا على الدولة والنظام والشعب. العبادي ذكر في بيان أن الانسداد السياسي ما زال سيد الموقف بعد مرور عام على إجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن ائتلافه أطلق مبادرات معلنة وخاصة لتجاوز تداعيات أزمة العملية الانتخابية وما تلاها والذهاب إلى تسويات وطنية دستورية ينتجها حوار بناء ومسؤول للخروج من الأزمة. إلى ذلك بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاس خارتا التطورات السياسية في العراق، وذكر بيانه للرئاسة أنه تم التأكيد
خلال اللقاء على أهمية الخروج من الأزمة الراهنة بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة. أضاف أن الجانبين شددا على أهمية الركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومجابهة التحديات التي تواجه العملية السياسية لضمان الأمن والاستقرار في البلاد. أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي عن تسلم رئاسة المجلس طلبا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل. المندلاوي وخلال جلسة مجلس النواب قال أن رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به. إخواني، طلب من مجموعة النواب عددهم 170 استنادا للأحكام المادة 58 أول والمادة 70 أول من الدستور، يرجى التفضل بالموافقة والدعوة لعقد جلسة والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العفو اليوم الأربعاء 12/10، والتواقيع موجودة أمامنا إن شاء الله. إحنا اليوم بكرة نجتمع أنا والرئيس ونعلن هذا الموعد في الجلسة القادمة إن شاء الله. الأسبوع المقبل سيتم عقد جلسة في البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، هذا ما أكده النائب عن تحالف الفتح علي تركي خلال برنامج غير معلن، موضحا عزم الكتل لحسم الاستحقاق الدستوري خلال الجلسة المرتقبة. خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. هذه الجلسة ستكون ليست قضية كسر عظم ولا لي أذرع ولا غير هاي من المسميات اللي يستخدموها السياسيين اليوم، ولكن نتعامل بالأمر الواقع. الواقع يقول إحنا ابتعدنا أكثر من اللازم. الواقع يقول سيد علي أنتم تراهنون على حضور الديمقراطية والسيادة، بالواقع كلمني أرجوك، الجلسة راح يحضرون الديمقراطية والسيادة اليوم؟ السيادة أصبحت شوف أخي العزيز، إحنا بغض النظر عن الديمقراطية والسيادة وكل المسميات، اليوم بعد عودة جلسات البرلمان إلى الإنعقاد والتصدي الحقيقي للسيد الحلبوسي بأننا يجب أن نكمل الاستحقاقات الدستورية، أصبح لزاما على السيادة أن يكون لها حضور، وخصيصا بعد أن تم التجديد وتجديد ثقة. من جانبه كشف السياسي المستقل إبراهيم الدليمي عن المرشح لرئاسة الجمهورية، وقال الدليمي خلال برنامج غير معلن أن البيت الكردي طرح أسماء مستقلة لنيل المنصب وهم ماضون بذلك بمقابل اتفاقات مبرمة. الأخوة الأكراد وأبلغوني رسميا وشخصيا أنه الموضوع حسم لرئاسة الجمهورية مقابل بعض الامتيازات للطرف الثاني اللي هو للاتحاد اللي هي كركوك وغير كركوك، وهي التفاصيل راجعة لهم مو إلي ولجنابك. طرحت أسماء مستقلة، يعني أنا راح أصارحك اليوم ما كان المفروض يعني أقول بها، طرحت أسماء مستقلة لم تكن موجودة أساسا على الموقف السياسي الرسمي للإخوان الأكراد، ومن ضمن هذا الأسماء المستقلة اللي اتفقوا عليها للنقاش أسماء كانت مرشحة، يعني رشحت بمجلس النواب الى رئاسة الجمهورية، واكتفي بهذا التوضيح، تعرف يعني ما يصير يعني مو صحيح من عندي اذكر الاسماء. من جانبه اكد نائب سالم العنبكي ان قوى الاطار تنتظر موقف الكرد لحسم منصب رئيس الجمهورية لطرح مرشح رئاسة الوزراء والمضي بالمشاريع والقوانين المعطلة. عندما يتفق الاخوة الكرد على شخصية رئيس الجمهورية وتحدد الجلسة ويكلف الأخ محمد شراع السوداني، فقد تذهب الكرة حقيقة في ملعب والإطار، واعتقد الإطار مستعد أن يقدم الكابينة الوزارية في أسرع وقت. الإطار وقوى الإطار تدرك تداعيات تأخير تشكيل الحكومة، لا يمكن أن يبقى الإطار متعكزا على الزمن في هذه الفترة المقبلة. الجميع يريد حكومة، من هذه الحكومة تكون صلاحيات كاملة. نحن على اعتاب سنة جديدة ولم للسنة المرة السنة الثانية لم تعد الموازنة، وهذه الموازنة لا تعد إلا من قبل حكومة منتخبة تقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان ليصوت عليها.
إلى ذلك أكد رئيس كتلة الفتح النيابية عباس الزاملي أن موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية ستكون في مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق الكتل السياسية على تمرير المرشحين وحسم الاستحقاقات الدستورية. هناك تفاهم كبير على إدارة الدولة بالمرحلة المقبلة، الأخوة بالسيادة كذلك. لذلك أعتقد أنه جلسة رئيس الجمهورية هي ليست انتخاب رئيس الجمهورية، هي ليست ببعيدة. أعتقد أنه قبل سقف زمني ده عندك، يعني قبل منتصف الشهر إن شاء الله ستكون هناك. لكن جلسة. خطاب السيد إذا لم يكن هناك يعني إذا لم يكن إذا لم تفتح قناة مع السيد مقتدى الصدر على التفاهم على المرحلة المقبلة، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أعتقد يعني قبل منتصف الشهر. قصدك الرعاة وسبت؟ يعني عسى احنا بالتأكيد يعني أتوقعها على بداية الأسبوع المقبل. يعني احنا كل هاي الفترة رسالة الإطار، يعني الإطار وجه رسالة للتيار الصدري بأنه احنا على استعداد تام على الجلوس لطاولة الحوار. رفع مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي بعد إنهاء القراءة الأولى لمجموعة من مشاريع القوانين. الدائرة الإعلامية ذكرت أن البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، وأنهى أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط. وأضاف البيان أن المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والقراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية. هذا وأعلن مجلس النواب جدول أعمال جلسته المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تضمن جدول الأعمال 9 فقرات بضمنها قراءات أولى لمشاريع قوانين ومناقشات عامة، من أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة. وأضاف أن الجدول تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري. ويبدو أن الحياة عادت إلى البرلمان بعد عقد جلساته وإقرار قوانينه تمهيدا لإنهاء تلك المعطلة على رفوفه لسنوات. صباح حكيم. مجموعة من القوانين قرأت قراءة أولى في جلسة اليوم، والحال يتشابه مع جدول أعمال جلسة الثلاثاء، وهو أمر يشير لمضي مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي وعودته بعد مدة من التعطيل، سيما أن أمام السلطة التشريعية مهام عدة وقوانين كثيرة أجلت من حكومات سابقة ولا بد من إقرارها أو إجراء التعديلات عليها وبما يتناسب وخدمة المواطنين. عاد مجلس النواب ليمارس دوره من خلال لجانه التخصصية ومن خلال الملفات المطروحة ومشاريع القوانين السابقة المقدمة من حكومات سابقة ومتأخرة، اليوم تطرح كقراءة أولى 5 قوانين مهمة تطرح كقراءة أولى. حقيقة كثير قوانين يعني في حكومات السابقة ودورات السابقة لم يفعل، فالإخوة عازمين على كثير من القوانين مهمة الآن جاي بالقراءة الأولى، وهناك لجان مستمر بعملها. جلسة الاثنين تضمنت قراءات أولى لمشاريع قوانين تخص الطاقة والكهرباء والشهداء والضحايا والنفط والغاز والاستثمار والتنمية، فضلا عن ملفات أخرى بمجملها ذات أهمية كبيرة لشرائح واسعة في البلاد، وهما يؤكد أهمية استمرار عمل مجلس النواب وديمومة مضي قطار التشريع على السكة، فمخاطر تعطيل عمل السلطة التشريعية كبيرة جدا، وكما أحسها المواطنون خلال الأشهر الماضية. كل قوانين مهمة، قانون الشهداء، قانون النفط والغاز، قانون الاستثمار الصناعي، كلها قوانين مهمة تصب في خدمة المواطن ورفع الاقتصاد، رفع اقتصادية الفرد في العراق، كلها مهمة إن شاء الله وعاكفون على دراستها وتعديلها وفق مصلحة المواطن. جلسة الاثنين شهدت أيضا حدثا سياسيا مهما حين أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب
عن استلامه لطلب موقع من 170 نائبا للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في جلسة الأربعاء، وهو أمر إن مضى دون أي مناغصات فسيعد بداية نهاية الانسداد السياسي وتشكيل حكومة ستواجه تحديات، منها كيفية إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية. عدة قوانين هامة من حكومات سابقة أمام مجلس النواب لتعديلها ومن ثم التصويت عليها في انتظار حسم سياسي لملف الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الذي لربما بات قريبا. من داخل مجلس النواب، صباح حكيم، الفرات. بعد ضياع أكثر من 800 مليون دولار في هيئة الضرائب، أمهل رئيس كتلة تحالف قوى الدولة النيابية فالح حساري وزارة المالية 7 أيام من أجل المتابعة، أي متابعة الأموال المهدورة وإعادتها، مهددا باستخدام الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين. سوف نمهل وزارة المالية 7 أيام، وبعكس ذلك سوف نقوم باتخاذ الإجراءات في القضاء وفي الادعاء العام وفي هيئة النزاهة. هذا حقيقة أهم مفصل من مفاصل الدولة، وهي الحفاظ على المال العام. نلاحظ هناك ضياع وهدر للمال في أهم دائرة وهي دائرة الضرائب. المورد الرئيسي بعد النفط هي الضرائب والجمارك. للأسف الشديد هذه الدائرة أصبحت عرضة للاختلاس والتلاعب بدون رقابة. كان هذا الموضوع سابقا ديوان الرقابة المالية يقوم بالتدقيق، لكن بعد فترة ديوان الرقابة المالية انسحب من التدقيق السابق للصرف، وأصبحت القضية قضية اتفاق بين أشخاص وشركات على ضوءها تم اختلاس هذا المبلغ. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن المشهد السياسي، ينضم معنا في المرصد الخبري النائب عن ائتلاف دولة القانون الأستاذ أحمد فواز الوطيفي. مرحبا بكم وتحية طيبة. أسأل حضرتك عن الثمار التي أنتجتها زيارة وفد التحالف إلى أربيل، هل يمكن أن تعجل من عقد الجلسة واختيار رئيس الجمهورية تصويت على الرئاسات بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لقناتكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. من متبنيات المرحلة القادمة وما يشوبها من خطورة التوجه بإكمال الاستحقاقات الدستورية بعد الضغط الدولي والأممي بالتوجه لحوار مفتوح دون شروط مسبقة، بالإضافة إلى تبني وتغليب المصلحة العامة وعلى المصالح وتذويب المصالح الخاصة. نعم. بالإضافة إلى التوجه لسد احتياجات أبناء شعبنا وإقرار قانون موازنة الذي يمس مستوى المعيشي للمواطن العراقي. اليوم تم التوجه من بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد رئيس مجلس النواب إلى كردستان العراق من أجل حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي الكل مدعوون في من هو فاعل في المشهد السياسي بأن يكون على قدر عالي من المسؤولية، والهدف والمبتغى هو إكمال الاستحقاقات الدستورية وبالتالي تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة مقتدرة على سد احتياجات أبناء شعبنا. نعم. وبالتالي قرار قانون موازنة، نحن في نهاية السنة 2022 وللحاجة الملحة بإقرار هذا القانون، لذلك التوجه للقادة في الحزبين الكرديين بحسم ملف رئيس الجمهورية، أما بالتوافق السياسي أو الذهاب إلى الفضاء السياسي من أجل إكمال باقي الاستحقاقات الدستورية. طيب، البيت الكردي أجمع على طرح مرشح واحد والذهاب به لجلسة التصويت، هناك سيناريو آخر لهذه المعطيات؟ لحد الآن لم يتم التوافق على مرشح واحد من البيت الكردي لحد الآن، ولكن في اللحظات أو الساعات القادمة أو الأيام القادمة إن شاء الله، ونأمل في بداية الأسبوع المقبل سوف تكون جلسة لاختيار رئيس جمهورية. علما اليوم في جلسة مجلس النواب تم جمع تواقيع ما يقارب 170 نائب بتحديد موعد لاختيار جلسة لاختيار
رئيس الجمهورية. أسأل عن هذه التواقيع تحديدا لتحديد جلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية والوزراء. سيبت بها يعني خلال الأسبوع المقبل ستعقد إن شاء الله. طيب إن شاء الله. كيف تقرأ مزاجية الكتل السياسية أستاذ أحمد؟ هنالك رغبة حقيقية مجتمعة لدى الكتل السياسية لعقد الجلسة أم أن هنالك تردد من قبل بعض الأطراف؟ بالتأكيد بعد الأحداث الأخيرة الماضية التي عصفت في العاصمة بغداد وخصوصا مركز القرار السياسي المنطقة الخضراء وما حصل من تداعيات أمنية وإزهاق أرواح أبرياء، لذلك الكل حسوا بخطورة المرحلة والتوجه لفتح باب الحوار الجدي من أجل لملمة الوضع وعدم خلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات الحاصلة، بالإضافة إلى معالجة الإرهاصات الحاصلة في الحكومات الماضية والتوجه لمنهج وبرنامج جديد بالإمكان أن يبعد كل هذه الإخفاقات والإرهاصات للحكومة المقبلة. وعليه نحن في قوى الإطار التنسيقي نتبنى هذا الموضوع ونتحمل المسؤولية كون المكون كون قوى الإطار التنسيقي هي تمثل المكون الاجتماعي الأكبر. نعم. البيت الشيعي، لذلك المرحلة القادمة هي مرحلة إثبات وجود والكل لديهم النية في التوجه لعمل جديد وخارطة جديدة على عكس ما معمول به سابقا. يعني تعتقد أن المشهد السياسي بات أكثر انفراجة إن شاء الله وخصوصا في الأيام القليلة القادمة بعون الله. أشكركم جزيل الشكر النائب عن ائتلاف دولة القانون أستاذ أحمد فواز الوطيفي، تحية طيبة لحضرتك. شكرا جزيلا لكم. حياكم. شهدت محافظة البصرة هدوءا ملحوظا وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب موجة الاضطرابات التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة قرب القصور الرئاسية المطلة على شط العرب قبل أيام، حيث عاد الهدوء إلى البصرة بعد وصول تعزيزات عسكرية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها. وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية اضطرابات وتظاهرات شعبية في الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين، فيما تستعد المحافظة لاستضافة بطولة خليجي 25. هذا وأكدت قيادة عمليات البصرة أن الوضع الأمني داخل المحافظة مستقر بشكل ملحوظ ولا توجد أي مواجهات أو مشاحنات بين قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية قرب القصور الرئاسية. أعلنت قيادة عمليات البصرة وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى المحافظة لمتابعة الوضع الأمني فيها والوقوف على جاهزية القوات الأمنية. قائد العمليات اللواء الركن علي الماجدي أوضح أن الوفد ضم رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي وقائد طيران الجيش الفريق الركن سمير زكي حسين. وأضاف أن الوفد اطلع على الخطة الأمنية التي عدتها القيادة وجاهزية القوات البحرية لحماية المياه الأقليمية، مشيرا إلى أن الوضع في المحافظة أكثر استقرارا نتيجة التعاون المشترك بين القوات الأمنية والمواطنين. أكد مراقبون على أهمية استمرار الإجراءات الأمنية في محافظة البصرة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، فيما يرى أمنيون أن الهدف من بث الإشاعة بين الجيش والحشد هو زرع فتنة بين الطرفين. أحمد الزيدي. محاولات لإثارة الفتنة بين أبناء الحشد الشعبي والجيش العراقي هو ما يحصل في محافظة البصرة، فيبدو أن بعض المفلسين يحاولون من خلال خلط الأوراق وخلق أزمة أمنية في أهم مدن الجنوب أن يحققوا مكاسب سياسية والضغط على باقي القوى في مسألة تشكيل الحكومة بحسب مراقبين، وما يحتاج إلى تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية للكشف عن هذه الجهات ووأد الفتنة. رسائل قد ترسلها الكثير من الجهات التي
تريد أن تحصل على مكاسب سياسية، بالإضافة هنالك ضغطا قد تشكله على الجهات السياسية بمنعهم من تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي سلسلة عوامل سياسية وحتى قد تكون بعضها لها جوانب اقتصادية تتعلق ببعض المناطق، لا بد أن يكون هنالك جهد كبير للقوات الأمنية بالإضافة لدور وعمل الاستخبارات من أجل متابعة وملاحقة الخلايا النائمة. أمن المحافظات الجنوبية خط أحمر وما يؤكد عليه مراقبون، مع التأكيد على ضرورة إبعاد الخلافات السياسية عن أمن هذه المدن، كون النار ستحرق الجميع ولا ناجي منها. فما حصل في البصرة وذي قار من خروق أمنية يحتاج من القوى السياسية الفاعلة لوضع مصلحة البلاد وهذه المناطق المحرومة فوق المصالح الضيقة. هناك حكماء، هناك عقلاء، أعتقد أن الأمور تسير بخطى حثيثة، لا خوف على أهل البصرة، الجميع متفقون ومجمعون على أن البصرة ستبقى بمنأى عن أي خلاف، سيما الخلاف الذي ينشب عنه أو تنتج عنه فتنة لا سمح الله. أعتقد أن الحشد الشعبي يسعى جاهدا لإبعاد نفسه عن أي دوائر شبهات. وتشهد البصرة وضعا أمنيا خطيرا قد يتصاعد إلى فتنة تمتد نارها إلى باقي مدن الجنوب ما لم تتدارك القوى السياسية والاجتماعية والقوات الأمنية الموقف وتفويت الفرصة على المغرضين. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. بدوره أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن الجيش والحشد قوة واحدة حفظت كرامة العراق وبنادقهم ستبقى مع بعض بوجه الإرهاب. وأوضح العيداني أنه لا صحة لوجود مشاكل بين الحشد ولواء الجيش في القصور الرئاسية، وأشار أن الجيش يمثل الجميع والحشد هو ظهير للجيش، مبينا أن من أثار هذه الإشاعة هدفه خلق فتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، لافتا أنه سيقدم الدعم اللوجستي للأجهزة الأمنية من أجل إنجاح بطولة خليجي 25 وإيصال رسالة حول عودة العراق إلى الساحة العربية والدولية وإظهار الصورة الحقيقية للعراق. إلى ذلك، عقد وفد أمني اجتماعا موسعا بحضور المحافظ أسعد العيداني لمناقشة الاستعدادات الخاصة لاستقبال بطولة خليجي 25. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن الاجتماع شدد على تعزيز القطعات الأمنية المتواجدة بالمحافظة بلواء من الجيش العراقي وإرسال قطعات عسكرية أخرى للغرض ذاته، فيما ناقش المجتمعون الخطة التي وضعت لأمن الملاعب والعمل على توفير أقصى درجات الحماية والإجراءات المناسبة والعمل على تسخير الإمكانيات بما لا يؤثر على أمن المواطن وانسيابية الحركة. أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي أن القوات الأمنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لنجاح بطولة خليجي 25. الآن نحن في ملعب النخلة، طبعا كل الاستعدادات مهيئة لإقامة خليجي 25، قطاعات أمنية وتعزيز الأمن والاستقرار، لذلك نحن مصرين على نجاح هذه البطولة ومصرين على عودة العراق إلى علاقات الطبيعية والدولية من خلال توفير الأمن والأمان للوفود التي سوف تأتي إلى محافظة البصرة. للمزيد مشاهدينا الكرام، ينضم معنا في المرصد الخبري من محافظة البصرة زميل معتز الحبيب. أهلا ومرحبا بك معتز، كيف هو الوضع الأمني في المحافظة؟ أهلا بك مستبرق، أنا الآن أقف في أهم مركز لتجمع المواطنين ألا وهو كورنيش شط العرب، وهذا الطريق وهذا الكورنيش الذي تجتمع فيه الدوائر الحكومية وكذلك القصور الرئاسية، ومثل ما تلاحظون الآن خلفي تماما الحياة الطبيعية جدا في البصرة والهدوء مستتب هنا في البصرة، الوضع الأمني مستقر جدا عكس ما أشار إليه وعكس ما أثارته بعض القنوات الصفراء ليلة أمس. لا. هذه الإثارات وهذه الصورة المعكوسة عن الوضع في البصرة هي صورة يراد منها أن تشوه وضع البصرة وأجواء البصرة الهادئة المستقرة. كل ما يحدث هو في البصرة هنا الآن من وصول تعزيزات أمنية ومن اجتماعات مستمرة للقيادات الأمنية على مستوى عالي، هي استعدادا للحدث القادم، الحدث المهم، الحدث الذي لا يقتصر على البصرة فقط بل هذا الحدث عراقي بامتياز ألا وهو كأس الخليج، ويفصلنا أيام قليلة عن عقد
قرعة هذه البطولة في محافظة البصرة بحضور ممثلي المنتخبات الخليجية هنا في البصرة لإجراء هذه القرعة التي تعتبر هي الخطوة الأولى لكأس الخليج هنا في البصرة. طيب. ما جرى اليوم من اجتماعات موسعة مع القيادات الأمنية من قيادة العمليات وكذلك قيادة عمليات الحشد الشعبي هنا في البصرة برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي. هذه الاجتماعات وصفوها المراقبون الأمنيون هنا بأنها اجتماعات جيدة ومهمة، سمتها كان التفاعل والكل أجمع على أمن واستقرار البصرة. إذن هنالك تنسيق بين الجيش والحشد وجميع القوى الأمنية الماسكة للأرض في المحافظة. في هذا المكان الذي أقف به الآن يوم أمس ظهر مقطع فيديوي لقائد عمليات الحشد الشعبي وكذلك قائد عمليات البصرة وهم يتجولون ليلا على كورنيش شط العرب، وهذا رسالة للجميع على أن التنسيق عالي المستوى ما بين الجيش وما بين الشرطة وما بين الشرطة الاتحادية وكذلك قوات الحشد الشعبي هنا في البصرة. الأوضاع مستقرة جدا، وكما شاهدتم هذه الأجواء الآن هنا على كورنيش شط العرب، وكل الرسائل التي بعثت من القيادات الأمنية تثبت هذا على أن الأوضاع مستقرة في محافظة البصرة. طيب، إذن البطولة ستقام إن شاء الله في محافظة البصرة، هل البصرة مستعدة الآن لاحتضان هذه البطولة وهذا الحدث الكبير؟ ما انطباعات البصريين معتز؟ اليوم عصرا كانت لنا جولة في المدينة الرياضية في محافظة البصرة في ملعب الفيحاء وملعب جذع النخلة، هناك استعدادات قائمة على قدم وساق من أجل استقبال هذه البطولة، وأيام تفصلنا أيضا عن افتتاح ملعب الميناء، وأيضا هناك حركة عمرانية واسعة في أغلب مناطق البصرة. هذه الحركة العمرانية هي استقبالا واستعدادا لبطولة كأس الخليج في البصرة. كل الاستعدادات، كل الدوائر الخدمية، كل الدوائر الأمنية مستعدة لوجستيا وفنيا لاستقبال هذه البطولة. شكرا جزيلا لك زميل معتز الحبيب من محافظة البصرة. وإلى الملفات الخدمية الشائكة في البلاد، حيث ما يزال ملف مجمع بسماية السكني غامضا في إجراءات العمل والتعاقد ما بين هيئة الاستثمار من جهة وشركة هنوى الكورية من جهة أخرى، فالتجاذبات ما بين الطرفين دون إيضاح سير العمل وآليته قد يضر بالمجمع برمته، وقد تكون تبعاته سلبية على عموم الحركة الاستثمارية بالبلاد، في وقت يرى مراقبون أن عودة العمل واستكمال مشروع بسماية يمكنه أن يحل الكثير من أزمة السكن المتفاقمة في العاصمة بغداد، سيما وأن المشروع يستوعب 100,000 وحدة سكنية. إلى ذلك أبدت هيئة الاستثمار الوطنية استغرابها مما صرحت به شركة هانوا الكورية حول مشروع بسماية السكني في العاصمة بغداد، وأوضحت الهيئة أن العقد المبرم بين الحكومة العراقية وشركة هانوا الكورية ينص على أن تتحمل الحكومة العراقية تمويل ما نسبته 25% من تكلفة المشروع البالغة 10 مليار دولار، وقيام الشركة بتمويل النسبة المتبقية من المشروع والبالغة 75%. وكشفت الهيئة عن وجود إخلال في عمل الشركة بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها، ما أدى إلى تعثر تمويل المشروع في الجزء الواقع ضمن مسؤوليتهم وليس بسبب تأخر تسديد الدفعات من قبل الحكومة العراقية. وبينت الهيئة أن جدول تسليم الوحدات السكنية الملحقة بالعقد ينص على أن تسلم الشركة الكورية للحكومة العراقية 10,500 وحدة سكنية بعد مرور سنتين من توقيع العقد، ويتم التمويل من الدفعة المقدمة والتي التزمت بها الحكومة، ومن ثم تقوم بتسليم 22,500 وحدة سكنية عن كل سنة
من السنوات التالية لهذا التاريخ لغاية 7 سنوات من مدة العقد. وذكرت الهيئة أن لغاية أيلول من العام 2014 لم تسلم الشركة الكورية سوى 1440 وحدة سكنية، وأن مجموع الوحدات السكنية المسلمة والمسكونة لغاية تاريخه هو 20400 وحدة سكنية، وهناك 9000 وحدة سكنية أخرى لم تكتمل وغير صالحة للسكن لغاية تاريخه. ونوهت الهيئة إلى وجود مبلغ متراكم تم الإقرار به من قبل الشركة الكورية بما يقارب 1,400,000,000 دولار، إضافة إلى المبالغ المدفوعة للشركة. وتابعت الهيئة أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة تدقيق عالمية أكدت وجود مبالغ متراكمة لدى شركة هانوا، وهو ما ينسجم مع مخرجات الهيئة الوطنية. بعد تقديم شكاوى من قبل شركة هانوا الكورية، كشف برلمانيون عن وجود جهات رقابية لمتابعة ما يحدث في مجمع بسماي السكني، وأكد مراقبون على ضرورة معالجة المشاكل التي تواجهها البلاد من ناحية السكن مع تزايد أعداد السكان. حسين ياسين والمزيد من التفاصيل. غموض واسع يدور حول مصير مجمع بسماي السكني بعد أن أعلنت شركة هانوا الكورية المسؤولة عن إنجاز المشروع بدءها بإجراءات إبطال العقد مع هيئة الاستثمار الوطنية العراقية بسبب التأخر الأخيرة عن تسديد الدفعات وتوقعها التعرض لخسارة تصل إلى 600,000,000 دولار. في المقابل ردت الهيئة ببيان رسمي أوضحت من خلاله بأنها لم توقف التمويل، متهمة الشركة بالإخلال بمواعيد التسليم. وليتزامن كل ذلك في وقت تحدث فيه اقتصاديون عن حاجة العراق إلى الكثير من العمل لتنمية مجالات الإسكان. العراق يزداد سنويا 1,000,000 نسمة، 1,000,000 نسمة تحتاج إلى 200,000 وحدة، نحن لا نبني أكثر من 50,000 ربما بالسنة، فالمشكلة كبيرة وتحتاج إلى خطة استراتيجية واسعة تتعاون كل دوائر الدولة. بدأت يعني مشروع بسماية من المشاريع ناجحة وموفقة، كنا نتأمل أنه تتواصل هذه العملية. نحن نحتاج مو أن نبني داخل المدن، أن نبني حويصلات سكنية كبيرة خارج المدن. نيابيا أكد أعضاء في مجلس النواب على أهمية متابعة هذا الملف من قبل اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الجهة المقصرة، لا سيما وأنه يتعلق بشرائح واسعة من المجتمع. هناك جهات رقابية ستراقب عمل بسماية وتشوف وين الإرهاصات ووين التلكؤات، هل بالجانب القانوني ممكن نعدلها، هل في الجانب المالي نعدلها. وعززت الهيئة الوطنية موقفها القانوني من خلال تعاقدها مع شركة تدقيق عالمية أثبتت نتائج تحقيقها وجود أموال متراكمة لدى شركة هانوا قدرت ب1,400,000,000 دولار. ولحين إيجاد مخرج لاستئناف العمل أو التعاقد مع شركة جديدة لإنجاز المشروع، توقع مختصون أن تتضرر شرائح مختلفة من المواطنين وبالأخص المسجلين على الوحدات السكنية. حسين ياسين، الفرات، بغداد. وصف نائب عن كتلة تحالف قوى الدولة علي الحميداوي مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب بغير المنصف. وبيّن الحميداوي في بيان أن مشروع قانون العشوائيات الذي أرسلته الحكومة وتمت قراءته في مجلس النواب فيه الكثير من نقاط الخلل التي ترهق العائلة البسيطة، مؤكدا عدم السماح لهم بتمرير أي قانون فيه إضرار بقوت المواطن العراقي. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.